تواصل طائرات النظام مجازرها في مدينة حلب، حيث كثفت من غاراتها مستهدفة المدنيين والمشافي الطبية، فيما ألغيت صلاة الجمعة في عدد من مناطق المدينة بسبب اشتداد القصف. الله يخرب دياره، الله يخرب دياره، خرب دياره هالأمة، الله يخرب دياره، خرب دياره هالأمة، الله يا الله لا يوفقه، الله لا يجيب له الخير. حلب موعد مع الموت والكثير من الخراب بفعل قصف النظام على أحيائها. المشاهد التي وثقت الموت في المدينة أكبر من اللغة وأكثر من المجاز، وهي كل ما يلزم ليعرف المجتمع الدولي حقيقة الحياة التي يتوكأ عليها السوريون للوصول إلى النهاية، النهاية التي تكون كيفما تكون، ولكن دون الأسد ونظامه الذي يمارس اللانظام في القتل والتهجير وهدم المدن على رؤوس أهلها. أكثر من 60 قتيلاً ومئات الجرحى راحوا ضحية هذا العبث، أكثر من 60 أملاً بغد دون حرب أنهته الحرب بأكثر صور النهايات مأساوية وبشاعة. أشي عنا هون؟ نحن ما عنا إرهابية، هن الإرهابية وهن الكلاب، كلب أمريكا وكلب إيران هالعرصة. قصف النظام والطائرات الروسية لم يمهل أهل حلب بعضاً من الوقت للنزوح، ففي الحرب لا وقت للنجاة، والموت وحده يتسع للجميع. أحياء الكلاسة وبستان القصر وطريق الباب والحرابلة والمرجه وبعيدين والصالحين وغيرها، كلها كانت فريسة القنابل العنقودية والصواريخ بكل أشكالها التي أتت على ملامح الحياة فيها. حلب المدينة التي لا تنام ولا ينام أهلها إلا على أصوات الانفجارات، لم ترى السلام منذ أن انتفض الشعب وصرخ عاليا بلا في وجه أبشع الأنظمة قتلا وأكثرها استعدادا للقتل والتدمير، استعداد لا يستثني أي وجه من وجوه الحياة. فهذا المستشفى الميداني في حي السكري انهد على كوادره ومرضاه ليقتل من كان يرجو نجاة أو فرصة بالنجاة. وحول ما يحدث لحلب معنا الآن عبر الهاتف غسان ياسين مدير تحرير موقع أورينت. غسان، حلب تباد وتحترق، لكن السؤال لماذا حلب بالتحديد تم اختيارها لمثل هكذا مجازر وفي هذا التوقيت بالذات؟ ما يحصل في حلب هو استمرار لما يحصل منذ 5 سنوات، لكن مدينة حلب لها أهمية، يعني ثاني مدينة أهم مدينة عاصمة اقتصادية وهي ثاني مدينة من حيث الأهمية في سوريا، وأيضا لأنها مدينة يعني لها معبرين حدوديين على تركيا، لذلك يريد الروس والإيرانيون ومعهم ما تبقى من جيش النظام محاولة السيطرة على مدينة حلب من أجل يعني إخضاع المعارضة لشروطهم التي رفضوها مؤخرا في جنيف. ما يجري على الأرض هو استكمال لما حدث في جنيف، يريدون من هيئة التفاوض ومن كل القوى الثورية قبول مرحلة انتقالية بوجود بشار الأسد، لذلك رفضت الهيئة وانسحبت أو طلبت تأجيل مفاوضات جنيف. كان هذا الرد العنيف، يريدون معاقبة يعني المعارضة كلها من خلال يعني إخضاعها عبر هذا القصف الهمجي، القصف الذي يستهدف المراكز الحيوية. يعني إذا نعم، وهنا السؤال، لماذا المراكز الحيوية، لماذا المشافي، لماذا المراكز الصحية؟ المشافي، واستهدفوا قبلها ب3 أيام مركز دفاع مدني في مدينة أتارب، وأيضا في الأمس استهدف مخبز العامرية. يريدون تدمير كل المناطق الخارجة عن سيطرة ما تبقى من النظام من أجل يعني إخضاعهم للحل أو إخضاعهم للرؤية الدولية للحل. الجميع الآن يريد من المعارضة القبول ببشار الأسد، لذلك في مرحلة انتقالية أو على الأقل حكومة مشتركة كما يسمونها وحكومة وحدة وطنية. نعم، هذا الضغط على المراكز الحيوية. حتى نقف نقطة غسان، هل المقصود منه الضغط على الثوار وعلى المدنيين وازدياد حالات الخروج أو الذهاب أو اللجوء أو النزوح إلى تركيا وتشكيل عامل ضغط جديد على تركيا؟ يعني اولا لا اراها من زاويه كنقطه اولى الا اجرام لمجرد الاجرام، يعني هو استمرار لسياسه ومنهج منذ 5 سنوات، لكن في هذا التوقيت بالذات وفي هذا الظرف وعلى حلب تحديدا، الجميع الان يتحدث عن تحضير لما يسمونه معركه حلب الكبرى، لذلك يريدون افراغ المناطق المحرره
من المدنيين او الضغط عليهم من اجل يعني ان يقوموا هم بالضغط على الثوار او على فصائل الجيش الحر او الكتاب الاسلامي الموجوده داخل هذه المناطق، يعني يريدون اولا احداث شرخ ربما بين الفصائل وبين الحاضنه الشعبيه لهم والحاضنه الاجتماعيه. لذلك يعني ازدياد هذا الاجرام هو الهدف منه اولا اجرام فقط، لمجرد الاجرام هو استكمال مسلسل الاباده والتهجير يعني الطائفي والذي يجري في سوريا منذ 5 سنوات. نعم. وايضا من اجل الضغط سياسيا على الهيئه الاولى للتفاوض من اجل تقديم تنازل في جنيف. وهنا اسال ان الولايات المتحده الامريكيه ربطت هذه الهجمه الجديده على حلب بانه يجب فك او عزل الارهابيين عن باقي الفصائل، وهنا تلمح او تشير الى جبهه النصره، هل هذا ممكن الان في حلب؟ اولا التصريحات الامريكيه حقيقه هي تاتي كضوء اخضر ولشرعنه القصف الروسي، يعني تصريح مايكل راتني في الامس بيان للصدر الذي يتحدث عن وجوب يعني وكانه يحمل المدنيين مسؤوليه وجودهم بين بعض الفصائل. يعلم الامريكان ويعلم الجميع ان جبهه النصره في حلب وجودها لا يتعدى عسكريا لا يتعدى 5% فقط من مجموع المقاتلين. لا ثقه العسكري لجبهه النصره داخل مدينه حلب، لكن هناك هي ذريعه، يعني روسيا كما يعلم الجميع تريد تصنيف احرار الشام وجيش الاسلام على انها فصائل ارهابيه لكي تشرعن قصف للمدنيين، لكنها بدون هذا الغطاء بدون هذا الشرعنه تواصل قصفها منذ 4 شهور. في الاسبوع الاخير هناك هجمه كبيره على مدينه حلب، يعني لذلك هم لا يعني يبدو انهم يعرفون تماما ان حلب بيضه القبان بالنسبه لمجريات الامور. لاول مره حلب منذ ان دخل اليها الاسلام لا تقيم شعائر صلاه الجمعه، يعني امر محزن حقيقه ان تصدر الهيئه الشرعيه في الامس بيانا تطلب فيه من الناس عدم الذهاب الى المساجد. يعني يوم الجمعه معروف للطقوس لدى السوريين عموما لدى كل المسلمين، وفي حلب لديه طقوس خاصه اضافيه طقوس اجتماعيه تعقب الذهاب الى صلاه الجمعه، يعني لذلك هو امر حقيقه امر جلل ان لا تقام صلاه الجمعه اليوم في مدينه حلب، وهي لاول مره نعم. لا تقام صلاه الجمعه في مساجد. غسان بعجاله، اريد ان اتحدث عن الهدنه التي تم الحديث عنها في البدايه، قيل ان فقط في دمشق وفي الغوطه، ومن ثم البعض قال لا انها سوف تشمل حلب، هل برايك هذه الهدنه يمكن ان تنفذ على الارض؟ للتوضيح فقط، قبل قليل اصدر السيد مايكل راتني يعني بيان توضيحي، الهدنه يتحدث فقط عن اللاذقيه ودمشق فقط لا تشمل حلب. هم عن حلب قالوا بشكل واضح ان الوضع معقد بسبب يعني ما سموه هو تداخل مناطق النصره مع فصائل الجيش الحر. الهدنه حسب الطرح الجديد لا تشمل مدينه حلب، هم الامريكان تمنوا على الروس الضغط او ربما وقف ما سموها الاعمال العنف اعمال العنف، لكن شكرا. لا بوادر بالافق تلوح بهدنه قريبه بعد ما يحدث في حلب منذ 3 ايام وحتى اليوم. نعم، غسان ياسين مدير تحرير موقع اورينت، شكرا جزيلا لك.